السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا والله ما كنت برد عليه الفيديو، لكن أنا نظر لباقي طلبات بعض من الناس بارك الله فيهم حرد عليه الفيديو هذا. أنا لومي بس مش على الناس اللي ماشي في قناعتي، أو لومي على الناس اللي على الأصحاب وعلى الأحباب وعلى الناس اللي اتصلت بيا وبعثت لي رسائل، وعلى كمية الإهانات اللي تلقيتها اليوم، وكمية السب والشتم اللي تلقيتها من الناس. كنت نعتقد أنني الناس هذه أنني في، يعني كيف نقول لك، أن الناس هذه أصحابي وأهلي وناسي. قبل ما تسب وقبل ما تشتم، تأكد من الفيديو هذا وصحة الفيديو، وتأكد من الفيديو والفبركة، سواء كان لاعب في الصوت. أنا ممكن هذا رابع فيديو يدرولي، 7 سنين ما عمره تلقوني ويورخوني في حالي. وليش لو هو كان هو عندهم زي ما يقولوا، ليش ما نزلوش من زمان؟ 8 سنين وانا في التلفزيونات، ليش ما نزلوش من زمان؟ لكن قبل ما يا اخي، قبل ما تسب وتشتم، تأكد من صحة الصوت. هذا الصوت هو صحيح او غير صحيح؟ هل مفبرك الصورة والصوت ولا مش مفبرك؟ شغل الكروما وشغل وشغل والشغل هذا، الناس اللي لها اختصاص بالشيء هذا تعرفه. لكن حسبي الله ونعم الوكيل، هذا مضمون. أنا برا وصل علي قبل ما ترد لهم، تبعت رسالة وتسب وتشتم ولا تقول لي متسلق ولا تقول لي كذا. شهادة لله برا وأسر علي جيراني ومنطقتي وأصحابي. طيب يقول لكم الراجل هذا ما كانش من اليوم الأول في 17 فبراير ولا كان؟ هل متاع مظاهرات ولا مسيرات ولا متابات ولا عمره رفع علم أخضر فوق حوشة، ولا هو وعيلته وأخوته؟ منطقتي وجيراني يعرفوا الشيء هذا من أول مرادة 17 فبراير، ولعمري خدمت في إذاعات قبل، واللي يعرف أنا عمري خدمت في إذاعات، ولعمري طلعت في إذاعات، ولعمري خدمت في أي منصب في الدولة زمان. لقبل ما تسب وتشتم وتهين شخص بدون ما تتأكد من صحة الشيء اللي شفته، قبل ما تلومه على أشياء مفبركة، تقول مصطفى عبد الجليل كان رئيس مجلس انتقالي وزير عدل في عهد معمر، عبد الفتاح يونس رحمه الله عليه كان وزير داخلية، شلقم وزير الخارجية متاع معمر، محمود جبريل وزير التخطيط متاع معمر، وغيرهم وغيرهم اللي كان يطلع في القنوات الليبية. مش أنا اللي عمري طلعت في قناة، ولا عمري خدمت في حاجة في الدولة، ولا عمري، وجيراني ومنطقتي يعرفوا الشيء هذا. لكن بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اشتم. والفيديو هذا بإذن الله، بإذن الله حيكون آخر فيديو لي. وش نفاضل من عمري شوى هلب ولا شوية، حنقضيه لله عز وجل. الدنيا هذه والناس مهما تدير ومهما تتكلم، يوم يرحمك حد. لكن هذا عهد من اليوم، مش خوف أو جبن. أنا نعرف نفسي، جيراني ومنطقتي وأهلي وأخوتي يعرفوني، والحمد لله. لكن الدنيا هذه موليها إلا الله، ويوم تطيح والله ما يرحمك واحد، ويوم تلثير لك أي قصة والله بخصوص الرسائل متاع السب والشتم. وهذا عهد أمام الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله فاضل في عمر دقيقة كتبها لي ربي، حنقضيها لله عز وجل. العبد هذا لا يرفع ولا يواطي. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من بعثت رسالة شتم أو سب. وأنا مسامح الجميع، وإن شاء الله ربك في نهاية كلامي، وهذا آخر فيديو لي، حنسكر صفحتي وبإذن الله سبحانه وتعالى، وللمرة المليون نعودها، حنقضي لله عز وجل، لله عز وجل اللي هو حينفعني في الآخرة قبل الدنيا. وبارك الله في الجميع، وإن شاء الله نقول إن شاء الله شكرا لكل من ضامن معاي، شكرا من بعد ويعرفني إني شنو، من الأهل ومن الجيران ومن الأصحاب. وربك يحفظ البلاد إن شاء الله والعباد، وإن شاء الله نشوفكم بخير. وهذا بش والموضوع آخر حاجة نقولها، بس موضوع متاع الفيديو هذا نعرف الفبركة متاع موضوع ما له علاقة بأخضر المخطط، كان هذا طلعوه من 5 ولا 6 سنين فات، موضوع خاص بالدولار وفيديوهاتي الأخيرة والشيء اللي نتكلم فيه. لكن الحمد لله، حمدا كثيرا مباركا فيه. هذه ممكن استفاقة أن الإنسان يكون مع الله عز وجل، ويتجه الله عز وجل، ويتجه الكتاب والسنة. العبد والدنيا هذه ومتاع الغرور، والشيء اللي يجره في جرته كله زايل، وقت تطيح والله، وقت تطيح البقرة ما يرحم يكتر سكينها زي يقوله، والله ما يرحمك واحد. والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، وإن شاء الله نشوف وجهكم بخير، واستروا مريتوا مني.
وإن شاء الله نتمنى ليبيا هذه تعمر إن شاء الله الليبيين إن شاء الله يكونوا في خير الخير. السلام عليكم.